السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم مع أخوكم عادل عوضة. يوم جديد ومباراة جديدة. طبعا بدأنا في تحاليل المباراة والكأس العالم. زي ما بتشوفوا يعني أشياء مبهجة ومفرحة إنه قام كأس العالم في دولة عربية. يا سلام يا سلام، والأخبار وقطر كيف تعاملت مع المواقف اللي كانت ضد ديننا الإسلامي. فكان شيء جميل انه بما نشاهده او ما بنتابعه من اخبار. فطبعا انا عملت موقع لمباريات كأس العالم، وهو عبارة عن موقع فيه تحاليل ومباريات والاشياء هذه. اسمه الدومين كان روعة كذا، عملت دومين world w o r l d cups c u p s دوت لايف، على اساس انه يكون مباشر، ولكن حاولنا مع القنوات انه على اساس نعمل بث مباشر من موقعنا، ولكن اصبح يعني مش سهل، يعني صعب. وما نشيش نعمل زي المواقع الثانيه العربيه اللي بتعمل البث المباشر هذاك، لانه هذاك بعدين يرجع يحضر علينا ومشاكل ومش عارف ايش، بما ان احنا متواجدين في كندا. فاهلا وسهلا فيكم ومتابعتكم، واستمروا في متابعه كاس العالم. ان شاء الله نستمر في موضوع التحليلات إذا استمريتوا بالمتابعة، وإذا ما شفناش متابعة ولا ملاحظات كومنتس أسفل الفيديو من المتحمسين في كأس العالم، حنوقف وما حنواصل. شكرا لكم، وأخوكم عادل عوضة، والسلام عليكم.